الفيديو تم حجزه عند ذاك الوليدات، منين تم الحجز ديالهم، الحجز ديالو معروف شكون هي الاطراف اللي كيكون عندها الفيديو، فكيخرج هذا الفيديو او كتخرج صور من هذا الفيديو في مواقع الكترونيه بصور خليعه بعناوين مستفزه بعناوين تحريضيه. واش مكيناش السؤال الفيديو خرج قبل ما يتضبط عند الناس او من بعد ما لا تضبط عند الناس وتم الاعتقال ديالهم، الاعتقال الاحتياطي، وفي اللحظه اللي تتم العمليه ديال تمديد الاعتقال الاحتياطي كيخرج الخبر في جريده وطنيه، مع العلم انه انا كان بامكاني في الاول نكون انا السباق ونخرج، لانه الا خرج في الجريده قبل ما نخرجها انا ماشي هي اللي خرجتها انا. شنو كان في الفيديو عادي كتفهم هذه العمليه عادي تشكي شنو كان باش الناس يفهموا شنو كان في الفيديو، شنو اللي كان في هذا الفيديو. الفيديو فيه صور مفبركه بطبيعه الحال، مفبركه انا ما كنناقش مفبركه ولا ماشي مفبركه، ما تناقشهاش لان هذيك قناعه راسخه ما تنبغيش نناقشها مع شي واحد. ملي تنبدا نناقشها بحال اللي راه تنعاود نبدا نكرر شي حاجه اللي انا ما باغيش ندخل فيها. وقال لك كاين 50 درهم وكاين هذا وما ايوا راه اللي بغى عادي شي كيطوب بداك الجثه اللي كيبينوا مهز 50 درهم وكيتلاعب بها وكيدير بها شي ممارسات مشينه وشاد داك ال 50 درهم بداك الطريقه ومدوزينها بواحد الشكل في المواقع الالكترونيه، راه اللي بغى يدوز واحد الرساله للمجتمع والراي العام اعتقد انه راه الرساله ديالو كانت واضحه، كان واضح شنو باغي يدوز. وقالوا بان الشرطه تحقق حتى في هذه القضيه ديال 50 درهم وفيها اهانه الدوله واهانه كذا. الله اعلم، انا ما فهمي حتى شي حاجه، انا ما في خباري حتى شي حاجه، الشرطه لا بغات تحقق فهمتي؟ اللي بغى يحقق في شي حاجه يحقق فيها، انا ما تيخلعني حتى شي واحد، انا عارف راسي شنو كندير وعارف راسي انا شنو الحمد لله، والناس اللي كيعرفوني والاصدقاء والاحباب والمواطنين الشرفاء عارفين شنو كاين. عادل غادي نطلب منك غادي نطلب منك تسمع معايا. مرحبا انا موجود.